قرأت في سير بعض الخطباء المتقدمين أو المعاصرين أنهم خطبوا خطبة قصيرة جدا، خطبة واحدة وقصيرة لسبب معين. طبعا عند جمهور أهل العلم يشترط في خطبة الجمعة أن تكون خطبتين، لكن أجاز المالكية وأهل الظاهر أن تكون خطبة واحدة. أثناء توجه الشيخ التونسي محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله إلى جامع الزيتونة لخطبة الجمعة، رأى نساء غير محتشمات في الطريق، فحمد الله وأثنى عليه وقال للناس: نساء شكون اللي في الأسواق؟ والناس ساكتة. نساء شكون اللي في الأسواق؟ والناس ساكتة، يعني من هالنساء هذيلي؟ ثم قال رحمه الله تعالى: لا خير في صلاتكم ونساؤكم عرايا، أقم الصلاة فصلى. في قرية فقيرة جدا في السودان بني مسجد كبير والناس بحاجة إلى هذا المال، فخطب فيهم الشيخ عبد الباقي المكاشفي رحمه الله، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع وخير من كساء الكعبة بالبراقع، أقم الصلاة فصلى. في أول جمعة من الغزو العراقي على الكويت خطب الدكتور خالد المذكور: رزقنا ففسقنا، ظلمنا فظلمنا، أقم الصلاة. في محافظة البيضة في اليمن خطب الخطيب الشاب يوسف الحميقاني خطبة الجمعة بعد دخول الحوثيين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: دخلتم البيضاء بطريقتكم فوالله لن تخرجوا منها إلا بطريقتنا، أقم الصلاة. الناس بحاجة إلى خطيب جمعة يتفقد آلامهم وأحوالهم، يعطيهم من أحكام الشريعة وما يهمهم من واقعهم.